السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل طلابي وأحبابي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي. بإذن الله شباب، أنا نويت وإني لله إن أنا أعمل لكم شرح مع مراجعات مادة الفلسفة والمنطق ومادة علم النفس وعلم الاجتماع بالنسبة للصف الثاني الثانوي والفلسفة بالنسبة للصف الأول الثانوي. المراجعات يا شباب هتكون نظام بث مباشر، يعني كل يوم بإذن الله، أو يوم ويوم، يعني يوم ويوم او كل يوم هعمل لكم مراجعة بث مباشر. ليه بقى؟ لان في طلبة كتير جدا تانية ثانوي ولا ثانوي طلبوا مني: يا مستر انت ليه مهتم بتالتة ثانوي كل يوم بتعمل لهم مراجعات فلسفة منطق او علم النفس وعلم الاجتماع؟ احنا عايزين حبة ايه اهتمام شوية، وانا عناية لكم. ماشي شباب، اعمل اشتراك واعمل لايك واعمل مشاركة للفيديو دوت بقدر، عشان خاطر عايز كمية كبيرة من الطلبة يستفادوا من الشرح والمراجعة اللي انا هعملها دي، وهحل لكم اسئلة كتير جدا 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 بإذن الله. شباب المراجعة هتكون على قناتي، اسم القناة كن فيلسوفا مع التوني. لو انت سمعت الفيديو ده من خلال الفيس او التيك توك اعمل متابعة عشان يوصلك مني كل جديد. كان معكم التوني، السلام عليكم.